ما هو الصواب في رفع اليدين بعد التشهد الأول؟ هل يكون وهو جالس أو عند القيام للركعة الثالثة؟ رفع اليدين عند القيام من التشهد الأول عند من يقول به يكون مع التكبير، يكون مع التكبير، يرفع يديه مع التكبير وينهيه إذا انتهى التكبير. نعم، وهو ما يكبر وهو جالس، ما يكبر إلا إذا قام. نعم.